واستعدادا لبدء دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس، عملت الأمانة العامة لمجلس الشورى على مواصلة عملها في توفير أفضل السبل لدعم العمل التشريعي والدور المساند لأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى. للوقوف على آخر الاستعدادات في هذا الجانب، يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى. سعادة المستشار، مساء الخير وأهلا بك في نشرة الثالثة. هل لك أن تطلعنا والسادة المشاهدين على الاستعدادات التي قامت بها الأمانة العامة لمجلس الشورى لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس، الذي بالطبع سيتفضل سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى أيده الله بافتتاحه عصر هذا اليوم؟ شكرا جزيلا على الاستضافة. في البداية يطيب لي باسمي وباسم جميع موظفي الأمانة العامة لمجلس الشورى أن نرفع أسماء آيات الشكر والعرفان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، للدعم المتواصل ومساندته للمسيرة التشريعية بمملكة البحرين. ونعبر عن الفخر والاعتزاز بتفضله بافتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس. وبالعودة إلى السؤال عن استعدادات الأمانة العامة لمجلس الشورى، فقد عملت الأمانة العامة على تنفيذ توجيهات معالي الرئيس السيد علي بن صالح الصالح، وبدأت منذ انتهاء دور الانعقاد الماضي بالاستعدادات لهذا الدور، سواء على المستوى الإعداد الفني والتقني أو على صعيد برامج التدريب والمتابعة التي قدمتها الأمانة العامة بالتعاون مع العديد من المؤسسات التدريبية في مملكة البحرين وخارجها لزيادة الخبرات والمهارات لدى منتسبي الأمانة. ولله الحمد، تمكنا من التوصل للعديد من الإجراءات والبرامج التي سيتم تطبيقها مع انطلاق هذا الدور، والتي تم تطوير نظامها بشكل خاص من قبل موظفي الأمانة العامة لمجلس الشورى، إلى جانب استمرار التعامل الإلكتروني وترسيخه كمبدأ للعمل والاستغناء عن التعامل الورقي، حيث وصلنا اليوم إلى نسبة تفوق 90% في تنفيذ مشروع أمانة عامة بلا ورق، فضلا عن تشكيل فريق متخصص للتعامل مع الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا وتوفير كافة الاستعدادات اللازمة لهذا الفريق، إلى جانب إقرار الهيكل التنظيمي الجديد للأمانة العامة والذي تم اعتماده من قبل معالي رئيس المجلس ومكتب المجلس الأسبوع الماضي، والذي سيساهم في تعزيز جودة العمل بهدف زيادة الكفاءات وتحسين الأداء والعمل المساند لدور أصحاب السعادة أعضاء المجلس. وأود أن أبين هنا أن الأمانة العامة لمجلس الشورى لديها كامل استعداد للبدء بتطبيق هذه التجهيزات في الجلسة الإجرائية، والتي ستعقد بمشيئة الله تعالى اليوم بعد حفل افتتاح دور الانعقاد. وفي الحقيقة أننا نبدأ اليوم صفحة جديدة من الدعم والمساندة لأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، ونؤكد سعينا الجاد والداعم لجميع أعضاء مجلس الشورى بالشكل الذي يخدم مسيرة العمل التشريعي في مملكة البحرين وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة. نعم سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الثالثة، شكرا جزيلا لك.